طيب نعمل ايه بقى عشان نتفادى هذا الامر؟ اولا في اخطاء كتير احنا بنعملها في حياتنا اليوميه او بالنسبه للشباب او السيدات اللي بيروحوا الجيم. في الحياه اليوميه مثلا عندنا السيدات لما بتيجي مثلا هتجيب حاجه من الارض فبتوطي بطريقه غلط. تمام، ان هي بتنزل مثلا مره واحده او بتوطي خالص عشان تجيب حاجه من الارض، فده غلط. تمام، في برضو طريقه صح هنعملها دلوقتي، ازاي نوطي نجيب حاجه من الارض بطريقه صحيحه ما تاديش ان احنا يحصل لنا اي مشاكل في الظهر. بالمناسبه مريم برضو عشان نوضح النقطه دي للناس اللي بيشوفونا، يعني الكلام اللي احنا هنتكلم فيه والتمارين اللي احنا بصددها او اللي هنشوفها معاكي دلوقتي للرجال وللسيدات. للرجال وللسيدات، اي حد عنده مشكله في ظهره، او يعني مش شرط بس التمرينات دي اللي هيعملها لو عندهم مشكله في ظهرهم، لا لو حد عادي ما عندوش مشكله في ظهره وعاوز يقوي منطقه الظهر او منطقه الكور ممكن يشتغلها عادي. طيب مريم، اعتبري ابتداء من اللحظه دي ان الاستوديو ده ملكك، عايزك تنتشر فيه زي ما انت عايزه، يعني في اي وقت عايزه تورينا تطبيق عملي للكلام اللي بيتقال اتفضلي. تمام، انا عاوزه بس اتكلم الاول عن الاساليب الخطا اللي بتؤدي للانزلاق الغضروفي. منها ان احنا دايما هتلاقي الناس اللي هم بيشتغلوا في مكاتب دايما قاعدين في مكتب طبعا، فالقعده على الكرسي طبعا برضو بتعمل انزلاق غضروفي او بتضعف عضلات الظهر. وبالظبط، احنا بنقضي دلوقتي معظم وقتنا في الشارع وفي السواقه، فده برضو بيضعف عضلات الظهر مع قله تمرين وقله حركه، والوقت اللي بيتفضل ماسكين فيه الموبايلات فده برضو بيعمل مشاكل في الرقبه. حلو، نتحاشى ده كله ازاي؟ بالتمارين بقى. اوكي، نبدا نعمل تمارين. ارجوكي هتبتدي بأني تمرين؟ عندي أول تمرين. تمام، هحط إيدي تحت الهيب كده خلاص، وهرفع رجلي وأبدأ 1 2 3 4. أوكي، مثلا هعمل 30 ثانية وأريح وأبدأ تاني، أعمل 30 ثانية خلاص وأريح. ده لتقوية عضلات البطن. عضلات البطن بالظبط كده. حلو، هعمل 3 مجموعات في 30 ثانية خلاص. التمرين التاني هبدأ إن أنا بس المايكات وقعت من اولها. مايك وقع ثانيه. هو انا مش عارفه احطه فحاول اظبطه. لو عرفتي كان بها، ما كانش حد من الزملاء ممكن يسالها. تمام، هيظبط. اتفضل. هبدا ان انا ارفع رجلي لورا. اوكي، وانزل اب اند داون اب اند داون. هعمل ثلاث مجموعات في 10 عدات وابدا اعكس up and down up and down. ده okay. ايه بقى التمرين ده؟ التمرين ده للهيب وللظهر بالظبط. اوكي okay. هبدا ان انا اعمل ايد عكس رجل 1 1 2. برضو اعمل 3 مجموعات في 10 عدات okay. واريح وهعكس تمام. تمرين تاني اللي هو برضو العضلات الظهر او الكور. ابدا ارفع وسطي لفوق وانزل بالراحه، طبعا مع ان انا باخد نفسي الشهيق والزفير. ما حدش يكتم نفسه ابدا وهو بيتمرن. اب اند داون اب اند داون اب اند داون. اي حد ممكن يعمل التمارين دي يا مريم؟ اي حد ممكن يعمل التمرين، ولا في ناس ما ينفعش يعملوه لو عندهم مشاكل معينه؟ لا اي حد ممكن يعمل التمرين ده، هي تمارين سهله وممكن سهل جدا ان هي تتعمل في البيت. أوكي. بس برضو انا عاوز اقول حاجه، ان احنا قبل اي تمرين لازم نعمل حاجه اسمها ورم اب او تسخين للماسلز اللي احنا هنبدا نشتغل بيها، عشان ما يحصلناش اي كرامب او حاجه. احنا بنهيئ العضله ان هي خلاص هنبدا تمرين، فلازم أوكي. نعمل ورم اب ايا كان، انا في الجيم او في البيت لازم اعمل ورم اب قبل ما اشتغل. طيب اي تمرين. والتسخين ده برضو ليه اليه معينه ولا اي تسخين؟ لا، هو اهم حاجه بس لو حد عنده مشكله فعلا في ظهره ما يكونش في اي جامبات، يعني اي تمرين فيه يعني. جامب لا ما اعملوش. ممكن اعمل ستيب تاتش فورورد وباك، يعني مارش في مكاني. لو انا موجوده في البيت، لو انا موجوده في الجيم ممكن اطلع اقعد على العجله 10 دقائق، وممكن اطلع على التريد ميل 10 دقائق وابدا بعدها ان انا اسخن، ان انا سوري اتمرن مع الكابتن. هو المفروض ان تمرينة التريد ميل او تسخينة التريد ميل بتسخن كل العضلات، مش بس الرجلين. لا، هي بترفع الهارت ريت فبالتالي بتعمل تسخين لكل بالظبط. حلو،